مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى ونومور وفيديو جديد ان شاء الله انه يكون مفيد للكل. على الشانل قبل يومين نزلت فيديو، هذا الفيديو كان انه كيف احنا نقدم للعشر وظائف اللي وجه فيهم سمو الامير تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر، اللي راح تنعطى للشباب الاردني واللي راح توفر للشباب الاردني. كثير اسئلة اجتني انه كيف نقدم على هاي الوظائف، وانه انا من وين بدي ادخل على هاي الوظائف او الاخرة، مع اني انا كنت حاطط في الفيديو الويب سايت تبع التقديم، لكن يمكن شوي في خليني احكي غموض شوي في الموضوع، او ما حدا دخل على الويب سايت او دخل على الويب سايت وما عرف انه يسجل. والبارت الثاني كان عم بحكي انه الويب سايت مش شغال. هلا انا عشان اختصر كل هاي الديبيتس اللي عم بتصير على موضوع الوظائف اللي راح تقدم لها انت كشاب اردني عندك مؤهلات للوظائف اللي ممكن انها تصير في دولة قطر، وانك انت تكون موجود معنا ان شاء الله في دولة قطر، فحبيت اني انا اجي على اللاب تبعي افتح الويب سايت واعمل انا جاسر مصطفى ريجستريشن على هذا الويب سايت، او اعمل تسجيل على هذا الويب سايت، لحتى الناس اللي ما عرفت انها كيف اصلا تقدم على الوظيفة تندل كيف تعمل الوظيفة. ما بدي اطول من هيك، خلينا نبلش. اول شيء علشان اكون قادر ان اسجل لهاي الوظائف وان اقدم لهاي الوظائف، اكيد راح ادخل على الويب سايت اللي حطيناه اصلا في الفيديو الماضي، واللي هو سجل sajil.gov.jo اللي هي من جوردن. بدخل بصير على الويب سايت اللي انا شايفه هلا على السكرين قدامنا. اول خانه راح يطلبها مني لحتى اسجل على الويب سايت، بعد ما يفتح مرات يكون في ضغط فما بيفتح معك او بيعطي ايرور، فمش مشكله ارجع حاول مره ثانيه. فتح الويب سايت، راح اروح احكي له انه هذا هو الرقم الوطني. بعد ما حطينا الرقم الوطني راح يطلب منك الخانه الثانيه واللي هي رقم الهويه. واذا انت مش عارف شو هو رقم الهويه، فبتقدر انك تعمل كليك على هاي الكويشن مارك الموجوده جنب رقم الهويه، وبيحكي لك انه اذا قلبت الهويه تبعك راح تلاقي الاي دي نمبر على ظهر الهويه تبعتك. فانا لو جيت هون ودخلنا رقم الهوية تبعنا، اوكي هيك كون حطيت رقم الهوية، وتأكد ضروري انه تكون رقمك الوطني ورقم الهوية يكونوا صحيحين 100% زي ما هم موجودين ايدر على الجواز او على الهوية تبعك. فبحكي لك البريد الالكتروني، راح احط واحد من البريد الالكتروني اللي انا بستخدمه، بفضل يكون البريد الالكتروني اللي انت دايما متعود انك انت تشيك عليه. لو جينا بحكي لك حط كلمة سر، لك تأكيد كلمة السر، أنا أفضل دائما أحط كلمة سر ما تكون سهلة إنه الواحد يتنبأ فيها، وبتحكي له بعدين سجل. هلا هون أنا حكالي إنه عندك مشكلة في تأكيد كلمة السر إنه ما طلعوا شبه بعض، مش مشكلة راح أرجع أعيدهم مرة ثانية وأتأكد إنهم يكونوا شبه بعض 100%. بكون يمكن صار في عندي سبيلينج غلط او وات ايفر في الاشي اللي انا متعود استخدمه، فهيك بكون حطيتهم، يفترض انهم شبه بعض. هلا بعد ما عملت كليك على سجل، ممكن يكون معلق، اوكي. هلا بعد ما عملت كليك على سجل دخلني على خلينا احكي البانل الاساسيه اللي بدك تسجل فيها، ومعطيكم ثلاث خطوات. الخطوه الاولى بحكي لك تسجيل سريع وسهل ما شاء الله، بحكي لك الخطوه 2 اكمل ملفك، والخطوه 3 اكتمل الملف يمكنك التقديم الان. فانا شو راح اعمل؟ هو اوتوماتيكلي ماخذ المعلومات الشخصيه من الهويه تبعي، فحط لي اسم الاب والاسم الثالث واسم العائله، تاريخ الميلاد، الجنس، الحاله الاجتماعيه والبلد، وحكى لي انه الجنس شو هو كمان، وبعدين بيحكي لي انك انت كمل ايش اللي انت بدك تعبي. فحكى لي اول شيء مثلا انت وين ساكن، فانا مثلا في الاردن ساكن في العاصمه، اللواء الخاص فيك راح ادور انا اي ثينك لواء الجامعه او الجبيهه. فانا لو نزلت داونلودز نشوف اذا في الجبيهه، لو كتبناها كتابه الجبيهه ما فيش الجبيهه، ضاحية الرشيد، اذا ما في راح احط الجامعه، ما في ضاحية الرشيد راح احط الجامعه. هيك انا بكون حطيت المدينة اللي أنا ساكن فيها أو مكان السكن اللي هي العاصمة، اللواء الحالي الخاص بك فحطيت شو هو، وراح أحط رقم الموبايل. مبدئياً أنا ما عندي رقم موبايل في الأردن، فراح أحط رقم الوالد مثلاً، أنت حط رقم موبايلك أكيد، أوكي؟ راح أحط 079. حطيت رقم الوالد،
رقم هاتف آخر، حطيت رقم هاتف آخر. هل أنت من ذوي الإعاقات؟ الحمد لله راح أحكي له لا. هل لديك رخصة قيادة؟ راح أحكي له نعم. ما هي فئة الرخصة الخاصة بك؟ طبعا خلينا نشوف. مركبة أشغال، سيارة ركوب صغيرة خصوصية، هي هاي سيارة ركوب صغيرة خصوصية، فحطيتها. أحدث دور وظيفي قمت به، مدير عام لشركة منشأة ومنظمة، مدير شركة، رئيس جامعة، عميد، مدير مدرسة، مدير مركز تدريب، مدير عام فندق، مدير مستشفى، مدير دائرة إنتاج، بلا 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 بلا. مدير دائرة أنا ما اشتغلت ولا مرة مدير دائرة. فبيحكي لك إيش هم الأشياء اللي أنت ممكن تكون اشتغلتها قبل هيك. راح أضل أنزل والله صراحة مطول هذا الحكي. لو نزلنا مدير معرض، مدير متحف، مدير حسابات، مدير تدقيق وإلى آخره. هل في مهندس؟ طيب أنا لو كتبت مهندس مثلا، مهندس معماري، أوكي حطيت أنا أنه أنا آخر منصب شغلته في الأردن مثلا هو مهندس معماري. اللغات راح أحط مثلا أول شيء التحدث بطلاقة اللغة العربية، راح أحط أضف أخرى، راح أحط اللغة الإنجليزية، وأنا بعتبر حالي متحدث بطلاقة باللغة الإنجليزية الحمد لله. فراح أنزل داونورد، ما عندي أي لغة ثانية فما راح أحطها. إذا أنت عندك أي لغة ثانية أنت ممكن تضيفها فحطها، ما عندك مشكلة. حتى لو مستوى مبتدئ فأنت بتحط أنك مبتدئ فيها. المسمى الوظيفي أو الخبرة العملية، رئيس مجلس، أنا حاليا رئيس تنفيذي، أنا ممكن أحط الدور الوظيفي مدير تنفيذي، مدير تنفيذي، عدد سنوات الخبرة، لساتني في السنة الأولى، قم بالاختيار من 2019 ل 2020. حلو والله صراحة المعلومات اللي عم بطلبها الويب سايت اشي كثير مفيد. يعني هذا اصلا ياريت لو في كل مكان انك بدك توظف فيه يكون موجود. حطينا اول واحدة اللي هي من 2019 ل 2020، اضف اخرى، حط المسمى الوظيفي ايش كان، مدير مشروع. طب وفي عندهم مدير مشروع؟ تعال نشوف مدير مشروع، ما عندهم مدير مشروع. المشكلة هون يعني ممكن صراحة في بعض التخصصات ما تلاقي المسمى الوظيفي اللي انت عندك اياه. فانا راح احط مهندس معماري لكل المسمى الوظيفي او المسميات الوظيفية اللي انا اشتغلتها، لاني مش لاقي مثلا مدير مشروع. وانا لان عم بعمل مثال ما راح اضيع كتير وقت، فراح احط مهندس معماري، راح احط الدور الوظيفي مدير مشروع، راح احط قم به. هلا هيك انا حطيت المعلومات اللي لها علاقه بالخبره العمليه تبعي. بيحكي لي المعلومات التدريبيه. المشكله انا في عندي اشياء كثيره ممكن احطها، وما اني ممكن استفيد من الموضوع وعامله وعامله، فخلينا نحطها كاملين. اوكي هلا فتحت السي في تبعي عشان اشوف انا ايش اللي انا عملته ب سيرتيفيكتس. والله صح، انا عامل بروجكت مانجمنت في 2017، سو راح احط بروجكت مانجمنت بروفيشنال اللي هي البي ام بي. فراح ارجع على الويب سايت وراح احكي له من هون اعطيني الويب سايت، راح اجي على اسم مركز تدريب، اي ثينك كان اسمه نيو. اضف اخرى، حذف، خلاص بكفيها. المهارات اوتو ديسك ريفت، شوف كيف بفصل بينهم. ركز المهارات تريد إبرازها لأصحاب العمل، يجب أن تكون كل المهارات مفصولة عن بعضها بفاصلة. في يعني I think هدول هم أهم إشي إني أنا بدي أبرزهم، يمكن أكثر من هيك ما بحتاج إن أنا أحط. أعلى مستوى تعليمي قم بالاختيار، راح أحكي له بكالوريوس، راح أحكي له شو التخصص، راح أحكي له هندسة معمارية، اسم المؤسسة التعليمية، راح أحكي له الجامعة الأردنية، تاريخ التخرج البكالوريوس I think كان بال 2014، معدل البكالوريوس كان جيد جدا. أوكي very good. أتعهد بأن كل البيانات والمرفقات، ما طلبتش مرفقات، وخلاف ذلك فإنني أتحمل كامل المسؤولية. أوكي راح أحط له إن أنا أتعهد معلومات السيرة الذاتية، حمل سيرتك الذاتية، منيح إن أنا عملت لها أصلاً، سوري داونلود. راح أحكي له بدي السي في، وراح أحكي له
upload. تم تحميل السيرة الذاتية بنجاح. حاول إنه السيرة الذاتية تبعك أصلا ما تكون كبيرة، وراح أحكي له أرسل. أوكي. هلا أنا اللي عملته إنه حطيت المعلومات الشخصية بعد ما رفعت الهوية ورفعت الرقم الوطني وحطيت الإيميل اللي أنا بدي أشتغل عليه، اللي هو فتح لي أصلا ملف على منصة التسجيل اللي هي راح تكون لتقديم هاي الوظائف. الشغلة الثانية طلب مني المعلومات المهنية، وأنا حطيت فيها الخبرات اللي أنا اشتغلتها، وين اشتغلت أو شو البوزيشنز اللي أنا شغلتها، وشو عدد سنوات الخبرة في هذا المجال. والشغلة الثالثة طلب مني إيش المؤهلات العلمية اللي أنا already عندي إياها. والشغلة الأخيرة اللي طلبها مني كمان اللي هي إيش الدورات اللي أنا already ماخدها، وشو المهارات اللي أنا بعرف أعملها. وعلى هذا الأساس أنا عملت، وحكى لي آخر تحديث للسيرة. هلا دخلنا على الأكاونت تبعي، آخر تحديث للسيرة مرتفع، تعديل السيرة بدي أعدلها، جاسر مصطفى تغيير الصورة ما بدي أحط صورة، بتقدر أنك أنت تحط صورة. عدل ملفك الإعدادات. طيب شو هلا I think هيك المفروض أنك أنت مسجل، بس هيك أنت مسجل لوزارة العمل. طيب نشوف الإعدادات، خلينا ندخل على الإعدادات. كلمة السر عندناش نغيرها. هل ترغب باستلام بريد إلكتروني؟ نعم. لغة البريد الإلكترونية أوكي عربي I don't mind. حذف حسابي ما بدي أحذف حسابي. هاي الإعدادات اللي دخلني عليها، برجع بكبس على جاسر على الزاوية اليسار فوق، رجعني على الأكاونت تبعي. عدل ملفك، نشوف شو بدي أعدل في الملف. انا بتعرف عليه معاكم هلا على الويب سايت، لان اصلا اول مره بدخل على هذا الويب سايت. سو هدول كل المعلومات اللي انا عندي اياهم، ما بدي اعدل عليهم ولا اي شيء. اوكي، يعني ممكن انك انت اذا بدك تحط الموقع الالكتروني، خلينا احط www.rkgso.com، العلامة الجامعية very good، آخر راتب شهري ما بدي أحطه، عشان مرات الناس أصلا تهرب منك إذا كان الراتب الشهري عالي، وممكن إذا أنت حطيت راتب شهري أقل يمكن يعطوك أصلا أقل من الراتب اللي هم كانوا ناويين يعطوه. رقم الخلوة أنا أوريدي حاطه، بس مش مشكلة. 974501316. خليني أكتبه كامل بدون فلسفة. 00945016106. وبدي أروح كمان على CV تبعي، وبدي أخذ هذه الباراجراف وأحطها عندي في الديسكريبشن أو في البريف عني، اللي هو طالب إن أنا أحطه بهذا المكان. هيك I think is enough. أرسل. وهاي أرسل. هلا هيك أنا بكون عدلت الملف تبعي وحطيت كل المعلومات اللي أنا بدي إياها. فممكن أحكي له مثلا let's say إني أنا بدي أدور على مهندس، خليني أحط architect أحسن بالإنجليش، أحكي له بحث. طلع لي بس عبارة عن وظيفة في الأردن. طب لو حكينا له في قطر، أبو غزال التوظيف المهني marketing manager، مع إن أنا كاتب architect. طب لو حكيت لمهندس معماري، والله ما في مهندس معماري على راسي والله. تعال نكتب مهندس معماري في الأردن. طيب اوكي، الواضح انه الوزارة او وزارة العمل اللي اعطتك الويب سايت هذا، هذا ويب سايت جينيريك لكل الوظائف، ويفترض ان هم بدهم ينسقوا مع وزارة يمكن العمل في قطر، او خلينا نحكي الخارجية في قطر او السفارة القطرية، علشان يضيفوا هاي الوظائف اللي عم بيحكوا عنها على هذا الويب سايت. ما بعرف لهلا قديش راح يكون هذا الويب سايت مفيد صراحة، بس خلينا نستنى، لانه الوقت اللي معاهم اياه لغاية انه احنا نقدم على هاي الوظائف هو من اليوم لغاية شهر 5. فاللي بدك تعمله انت، ما انهم اعلنوا عن هذا الويب سايت، فانت ادخل على هذا الويب سايت اللي هو سجل sajjil.gov.jo، اللي هو جي او ادخل على الويب سايت، اعمل اكونت تبعك، حط المعلومات اللي بدك اياها كلها او اللي هي عنك، حطها المعلومات كلها، خليك ستريت تو ذا بوينت، ما تبهر، ما تحط اشي مش صحيح، وتابع الويب سايت لحتى انك انت تقدر تعرف اذا عم تنزل عليه وظائف فعليا او لا. وخلينا نشوف من هون لقدام، خلينا نحكي مدة شهر زمن، ايش التطورات اللي ممكن تصير على هذا الموضوع. الخبر اللي نزل انه تم توظيف اراوند 4100
مواطن أردني في دولة قطر وضايل من المنحة الماضية اللي هي كانت 10,000 around 6,000 أو 5,900 وظيفة بلس 10,000 اللي هلا عم نحكي عنهم، فإحنا بنحكي عن 15,900 وظيفة. حطوا إنه هذا هو الويب سايت الرسمي اللي أنت بدك تدخل عليه، أنا شخصيا دخلت وسجلت عليه، فأنت إذا شايف إنه هو الموضوع مفيد أو إذا أنت حابب إنك تستغل هاي الفرصة فياريت لو تدخل وتعمل الأكاونت تبعك وتضيف عليه المعلومات الشخصية تبعك. هو الواضح إنه زيه زي لينكد إن، زيه زي إنديد، زيه زي أي موقع تاني. فخلينا نتفائل شوي ونشوف شو اللي راح يصير بهذا الموضوع. إن شاء الله إني أنا أكون جاوبت الأسئلة اللي أجتني بالنسبة لموضوع التسجيل. الويب سايت هيو شغال 100%، ما عندك فيه أي مشكلة تدخل اعمل أكاونت وإن شاء الله أنا بكون لك نصيب إنك أنت تحصل على الوظيفة في دولة قطر. إذا شايف إنه الفيديو مفيد فياريت لو إنك أنت تنزل أول شيء تعمل له لايك، تعمل له شير لحتى ينتشر لأكبر عدد ممكن. وإذا أنت شايف إنه الشانل مفيد بالنسبة لك فياريت لو تعمل سبسكرايب للشانل وتعمل إنيبل للنوتيفيكيشن بيل لحتى دائما يوصلك كل فيديو جديد. بعد ما تسجل على الويب سايت راح يجي لك إيميل من وزارة العمل، أول شيء راح يحكي لك تأكيد البريد الإلكتروني، فبدك تدخل هون وتحكي له إنه أنا بدي أأكد البريد الإلكتروني فعليا، هاد المكان اللي عليه المستطيل الأزرق لأنه أنا ما عندي هلا كرسر أبين لك إياه. راح يحكي لك تأكيد البريد الإلكتروني وفعليا هلا راح اعمل لك تاكيد للبريد تبعك. هيك تم تفعيل حسابك، بنشوف هايها هون موجود على البيج وتم تسجيل الدخول. راح اسكر، انا فعليا عدلت كل شيء بدي اياه على البروفايل، فراح اعمل باك، راح اعمل باك مره ثانيه وراح ادخل على الويب سايت الثاني اللي هو انا اصلا بعد ما سجلت راح يحكي لي مبروك لقد قمت بانشاء حساب خاص بك بنجاح. راح ادخل على الايميل العزيز الباحث عن العمل، شكرا على تسجيلك في قاعدة بيانات شركة منصة سجل، لا تنسى تستكمل معلوماتك وبياناتك وتحمل سيرتك الذاتية على الموقع لتمكن من التقديم على الوظائف المعروضة واسمح ملفك متواجد لدى منصة سجل. حط لك شو بريدك الالكتروني، حط لك اذا انت نسيت كلمة السر تقدر انك انت تعيد تعيينها. لهون بقدر احكي لكم يعطيكم العافية وبالتوفيق وبشوفكم.